الإجباري ليس هنالك أي شيء مقرر بالنسبة للحكومة، وأنا هذا الأمر حرص باش مع المصالح ديال رئاسة الحكومة يعني نفوش هل فعلا هنالك شيء؟ ولو فكان الجواب نفي مطلق، ليس هنالك أي شيء مقرر على مستوى التصويت الإجباري. ليس هنالك، خذوا عندي هذا الجواب، ليس هنالك أي شيء مقرر على مستوى التصويت الإجباري في الجدول ديال الأعمال ديال الحكومة. في السؤال المتعلق بالتعديل الحكومي سبق لي أن أكدت مرارا. أولاً على أنه بعد تكليف الملكي السامي للسيد رئيس الحكومة بإعداد مقترحات للتعديل، السيد رئيس الحكومة انخرط مباشرة في هذا الورش تبع التكليف الملكي السامي، ويدبر ذلك بشكل مباشر ولا يطرح الأمر في مجلس الحكومة. والنتائج المرتبطة بهذه المقترحات يعلن عنها تبعا للمقتضيات الدستورية التي تنظم التعيين في الحكومة، بالتالي لا يمكن إعطاء أي تفاصيل تتعلق بالاقتراحات ما هو أساسي. وأنا يعني مع السيد رئيس الحكومة، ما هو أساسي أن السيد رئيس الحكومة يتابع يشتغل في إطار التكليف الملكي السامي على إعداد لائحة المقترحات، يدبر الأمر بشكل شخصي ومباشر، وكما قلت النتائج تعلن في إطار المقتضيات الدستورية الواضحة المتعلقة بالتعيين في الحكومة.